بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع، نيويورك تايمز في تقرير عن استشهاد نزار بنات بعنوان ناشط يلقى حتفه وهو في عهد السلطة الفلسطينية، موجة غضب واسعة. أما جيروزاليم بوست الإسرائيلية فنقرأ في افتتاحيتها دعوة إلى تحييد إسرائيل نفسها عن الصراع الأمريكي الصيني. وفي فورين بوليسي الأمريكية مقال حول الأداء الفرنسي في الأزمة اللبنانية بعنوان ماكرون يتحمل جزئيا مسؤولية الفشل اللبناني. أما في الميادين نت فمقال مفصل لوفاء العام بعنوان التشبيك السعودي مع الصين الغايات والأهداف. وفي فقرة كاتب اليوم نسأل أكرم بزي عن تفاصيل مقاله في الميادين نت ترامب أوصل رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية. الحدث هذا اليوم، الإرباك الليلي مستمر في بيتا ونزار بنات حاضر في الهتافات. وفي جديد اليوم، المستشارة الألمانية تعلن إخفاق زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن قمة تجمعهم إلى الرئيس الروسي. وضيف اليوم الكاتب الصحفي والأسير المحرر عمر نزار. أهلا بكم. ناشط يلقى حتفه في عهدة السلطة الفلسطينية، موجة غضب واسعة، هكذا عنونت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرها حول استشهاد المناضل نزار بنات. الصحيفة تقول إن مقتل الناشط المعروف بعد اعتقاله على يد السلطة الفلسطينية أثار غضب الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية وأشعل احتجاجا كبيرا في رام الله، وألقى الضوء كذلك على الحملة الصارمة التي شنت مؤخرا ضد معارضي السلطة التي بادرت إلى اعتقال عشرات من معارضيها في مختلف أنحاء الضفة المحتلة في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات حادة بسبب إلغائها الانتخابات وصعود شعبية منافستها أي حركة حماس. وأبرزت وفاة نزار بنات بحسب الصحيفة الهوة المتزايدة بين كبار المسؤولين الفلسطينيين الذين يعيش كثيرون منهم في منازل باهظة الثمن ويستفيدون من التصاريح الإسرائيلية الخاصة والجمهور الفلسطيني الأوسع نطاقا الذي يتحمل وطأة عبء الاحتلال الإسرائيلي، تقول نيويورك تايمز. أجدد الترحيب بك ضيفنا في هذه الحلقة عمر نزال، وأنت الكاتب الصحفي والأسير المحرر والناشط السياسي والمجتمعي، أهلا بك. إذن نبدأ معك من هذه الصحيفة نيويورك تايمز التي تتحدث عن هوة تتزايد بين السلطة الفلسطينية، المسؤولين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني. إلى أي مدى اليوم لازالت هذه السلطة تمثل الشارع؟ نعم، هذا هو السؤال الأساسي المطروح اليوم في الشارع الفلسطيني. الجريمة التي حدثت يوم أمس بكل ملابساتها وبكل هذا الوضوح وفي هذا الظرف السياسي الحساس جاءت في سياق يعني علاقة ملتبسة وعلاقة ويعني سياق عمل للسلطة منذ أن تأسست، ولكن استفحلت في الأشهر والسنوات الأخيرة إلى أن وصلت إلى حد ارتكاب مثل هذه الجريمة التي بالتأكيد سيكون لها يعني تداعيات كبيرة على العلاقة بين السلطة وأبناء الشعب الفلسطيني. أول هذه التداعيات ما شهدناه بالأمس هو نزول المواطنين إلى الشوارع وخاصة في الخليل وفي رام الله لأول مرة بوضوح ضد السلطة وأجهزتها الأمنية والمستوى السياسي، وثانيا يعني ارتفاع منسوب الشعارات التي طرحت في هذه المسيرات والدعوات التي كانت لحل السلطة أو يعني الهتافات التي كانت تقول بإسقاط النظام. وطبعا نحن نعرف بأن ليس هناك نظام، ولكن الفكرة من ذلك بأن الناس سئمت هذه السلطة وسئمت أدائها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني تحديدا، ونادت هذه الشعارات حتى برحيل الرئيس محمود عباس. على مستوى ربما أكثر تنظيما، الاجتماع الذي كان يوم أمس يعني قادة المجتمع المدني الفلسطيني من مؤسسات وقوى وفعاليات ومجلس منظمات حقوق الإنسان
حمل بوضوح الرئيس محمود عباس مسؤولية ما حدث في الخليل، وطالب بحل الحكومة باعتبارها المسؤول المباشر عن الجريمة التي وقعت أمس، وطالب أيضا بإعادة يعني إعادة بناء عقيدة الأجهزة الأمنية، ومعروف بأن هذه المسألة هي مسألة مفصلية. اليوم الأجهزة الأمنية ومنذ نهاية الانتفاضة الثانية 2005-2006 بنيت وأعيد تأسيس الأجهزة الأمنية من جديد لتعمل وفق عقيدة دايتون الذي دربها وأهلها كي تكون أكثر عداء للشعب الفلسطيني وأكثر وحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وهول الجريمة الذي وقع يوم أمس يعني ذكرنا بحادثين، ذكرنا من حيث شدته وعنفه بما جرى مع الصحفي خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، وذكرنا من حيث المسألة الأمنية ودور الأجهزة الأمنية في اغتيال الشهيد عمر النايف في سفارة فلسطين في بلغاريا وعدم قدرة المستوى الأمني والسياسي من توفير أي حماية له. وبالتالي كل هذه الأسئلة اليوم تطرح وتثار في الشارع الفلسطيني. نعم، أيضا اليوم يعني تأتي هذه الجريمة بعد انتصار للمقاومة في غزة وبعد الهبة الشعبية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، في القدس المحتلة وحتى في الضفة. اليوم عندما تحدث مثل هذه الجريمة وترتكب بهذه الطريقة للشهيد نزار بنات، ما هي الرسالة التي حاول مرتكبو الجريمة إيصالها للمعارضين أولا وحتى للشارع؟ نعم، هذا ما يكشف تماما بأن السلطة في واد والشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني في واد آخر. الشعب الفلسطيني الذي يعني فتح معركة واسعة منذ أن بدأت أحداث باب العمود في شهر رمضان الماضي، وامتدت من ثم إلى الشيخ جراح وإلى الداخل الفلسطيني المحتل، إلى اللد ويافا وأم الفحم، ومن ثم فتحت جبهة غزة، وبدأ هذا الالتحام الواسع لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، بما في ذلك المسيرات التي يعني خرجت من لبنان ومن الأردن باتجاه الحدود الفلسطينية، وحالة الاشتباك الواسعة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، والتي يعني جسدت وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه. واستمرت هذه الحالة في التفاعل وفي التصاعد، ولا زلنا نشهد يعني هذه المواجهة المفتوحة سواء في القدس في الشيخ جراح أو في بيتا وبيت دجن وغيرها من مواقع الضفة الغربية. في ظل هذا يفترض أن يقدم المستوى الرسمي الفلسطيني على الأقل دعما لهذه المواجهة، وأن يهيئ لها كل أسباب وعوامل النجاح، ولكنه ذهب باتجاه آخر. فمنذ أن ألغيت الانتخابات التشريعية بقرار من الرئيس عباس، بدأت حملة واسعة لملاحقة المعارضين السياسيين بما فيهم المرشحين على قوائم انتخابية مختلفة، وإلى أن وصلنا إلى يعني هذه الحادثة المؤلمة. نعم، صحيفة الاستقلال الفلسطينية عنونت أيضا نزار بنات ناشط فلسطيني انتقد عباس بشراسة فقتله بالضرب المبرح. تقول الصحيفة إنه بمقتل نزار بنات قضت السلطة الفلسطينية على واحد من أبرز وآخر الأصوات المعارضة داخل الضفة الغربية المحتلة بعد سنوات من السجن والاضطهاد على خلفية الرأي. كان بنات أحد الأشخاص المعروفين بمعارضتهم السلطة منذ سنوات، فيما برز اسمه أكثر بعد ترشحه عن قائمة الكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي أجلها الرئيس محمود عباس. وتتابع صحيفة الاستقلال، تعرض نزار بنات للمطاردة الأمنية بعد تصريحات انتقد وفضح فيها فساد السلطة. وساند نزار بنات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ولم يتردد مرة في انتقاد التنسيق الأمني مع إسرائيل ومطاردة المقاومين من قبل الأجهزة الأمنية. من جديد إليك أستاذ نزال، وهنا أسأل عن الثقة أيضا بلجنة التحقيق. يعني في المقابل بالأمس شتي تحدث عن تشكيل لجنة التحقيق، وأنه لا مانع من وجود مستقلين أيضا، هيئات مستقلة للمشاركة في هذه اللجنة. إلى أي مدى اليوم يمكن أن يثق الشارع بهذه اللجنة وبإجراءات السلطة
يعني القاتل كيف يمكن للشارع أن يثق بأن القاتل ستتم محاسبته مرتكب هذه الجريمة؟ يعني هناك رأي شائع في الشارع الفلسطيني بأنه إذا ما أردنا إنهاء مسألة فعلينا تشكيل لجنة تحقيق لها. الشارع الفلسطيني يدرك بأن مثل لجان التحقيق هذه لم تقدم ولم تعالج أي مسألة في السابق، فكيف ستعالج هذه المسألة اليوم؟ المسألة الأهم في هذه الزاوية بأن المسؤول والمتهم ومن هو في دائرة الشبهة في المسؤولية عن هذه الجريمة هي الحكومة الفلسطينية، فكيف يمكن للحكومة أن تشكل لجنة للتحقيق مع ذاتها وأن تضع وزير العدل رئيسا لهذه اللجنة ويحقق مع من؟ يعني الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي يقودها رئيس الحكومة نفسه الدكتور محمد شتيه هي أيضا ضمن المسؤولية وضمن المساءلة عن مثل هذه الجريمة. هذه اللجنة حقيقة هي محاولة لذر الرماد في العيون ولم يقبلها الشارع الفلسطيني وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وعمليا هذا بدأ يوم أمس يعني لجنة مصغرة من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ومؤسسة الحق التي عقدت مؤتمرا صحفيا عاجلا وكشفت فيه بشكل أولي عن نتائج التشريح العيني لجثة الشهيد نزار بنات، والتي أكد بأن سبب الوفاة هو استعمال القوة والعنف، وكشف عن بشاعة ما ارتكب بحق الشهيد نزار عندما تحدث عن تكسير في مختلف أنحاء جسده وعن تكسير 10 أضلع من قفصه الصدري وبالتالي يعني الوصول إلى الرئة، وكان هذا هو السبب المباشر للوفاة حسب نعم. التشريح الأولي العيني نعم. هذا يعني يقود إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة، وإن كانت النتائج أصلا معروفة مسبقا، فمن دخل إلى منزل نزار هم أفراد الأجهزة الأمنية، ومن اعتقله ومن اعتدى عليه ومن أوصله إلى المستشفى وأعلن وفاته. هذه مسألة ليست بحاجة إلى تحقيق، بحاجة إلى إجراءات عاجلة وفاعلة حتى يعني كيف يمكن محاسبة كيف يمكن محاسبة القتلة اليوم والانتصار للشهيد نزار بنات وأيضا إنهاء هذه المسألة بلجنة تحقيق دون الوصول لنتائج كما تفضلت، وهذا حديث الشارع الفلسطيني، يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة من الاغتيال السياسي. إذن كيف يمكن الانتصار للشهيد وإيقاف عملية الاغتيال السياسي في فلسطين؟ يعني هناك مجموعة مطالب يضعها الشارع الفلسطيني اليوم. يوم أمس كان هناك اجتماع واسع لكل مكونات المجتمع المدني من مؤسسات ونشطاء وحقوقيين، والذي أجمع على عدة مطالب أبرزها حل الحكومة الفلسطينية الحالية التي أثبتت يعني إخفاقها في معالجة العديد من الملفات والقضايا، وبشكل خاص في موضوع الحفاظ على الحريات رغم التعهدات المتتالية من قبل الحكومة ورئيسها بصون الحريات وبأخذ التعهد بعدم اعتقال أي مواطن على خلفية حرية الرأي والتعبير، ولكن في الواقع العملي نحن نشهد اعتقالات متزايدة، وبالتالي هذه الحكومة لا يمكن استمرار العمل فيها والثقة فيها. المسألة الأهم برأيي هو ما ذكرت حول إعادة صياغة عقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، هذه الأجهزة التي ترى في المواطن الفلسطيني المعارض لها سياسيا كعدو وكنقيض وتمارس بحقه كل هذه البشاعة وكل هذا التنكيل. هذه ليست أجهزة أمنية لحماية المواطن الفلسطيني وتوفير الأمن له، وليست أجهزة أمنية لتقدم الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وتعينه في مواجهته مع الاحتلال. أنا لا أقول أنها ستشارك في المواجهة مع الاحتلال، ولكن على الأقل أن توفر لأبناء الشعب الفلسطيني يعني الضمان والحماية والمقومات لاستمرار مواجهته مع الاحتلال. وبالتالي هذه مسألة مفصلية، نحن نتحدث عن حوالي 60,000 رجل أمن فلسطيني، نحن بحاجة إلى 1,000 رجل أمن فقط لحفظ السير والمرور، وهناك 59,000 هم عالة على أبناء الشعب الفلسطيني يأخذون ويستنزفون حوالي 38% من مجمل الميزانية
الفلسطينية. هذا سؤال اليوم مطروح في الشارع، ماذا يقدم هؤلاء لأبناء الشعب الفلسطيني من أي خدمات إيجابية سوى حماية الطبقة والشريحة السياسية؟ نعم، على إسرائيل عدم التدخل في الصراع الأمريكي الصيني دعوة وجهتها صحيفة جيروزاليم بوست العبرية في افتتاحيتها اليوم إلى الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بنت. تتوقع الصحيفة أن الشرق الأوسط وإسرائيل سيكونان في وسط صراع عنيف بين بكين وواشنطن. بحسب الصحيفة، يحمل التحول السياسي الأخير في الأمم المتحدة بتصويت إسرائيل ضد الصين يحمل أهمية نظرا إلى أن الصين تمثل شريكا تجاريا ضخما ومهما لإسرائيل، وقد طورت علاقاتها معها على نحو متزايد في السنوات الأخيرة. تشكل الصين قوة اقتصادية عالمية سريعة التوسع وتملك خبرة هامة في جملة من المجالات، وهي تطمع بالحصول على التكنولوجيا التي تملكها إسرائيل، وقد يؤدي الكثير من هذه الأمور إلى إنشاء علاقات إيجابية مع بكين لن تكون محط اهتمام الولايات المتحدة. بالتالي على القيادة الإسرائيلية مراقبة هذه الأمور وتجنب التصرف بسذاجة، أي عدم التدخل في الصراع بين الولايات المتحدة والصين. تختم جيروزاليم بوست. إذن من جديد إليك أستاذ عمر، وهنا نسأل عن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي قامت على أرضية هشة، تحالف هش، إلى أي مدى يدفعها ذلك للتماشي مع سياسات الولايات المتحدة لحماية نفسها وحماية وجودها؟ ونتحدث عن إدارة بايدن بالتحديد. نعم، يعني هذه الحكومة عمليا لا زالت في طور التشكل، وهي حكومة غير مستقرة في القاعدة البرلمانية الضيقة لها أولا، ومن ثم في حجم يعني القبول في الشارع الإسرائيلي لهذه الحكومة، وهي تواجه ملفات معقدة وصعبة منذ اليوم الأول لوجودها. أعتقد أنها بحاجة إلى رعاية وحماية من قبل الحليف الأمريكي الرئيسي لها، وهناك يعني نوع من التقدير أو الشعور بأن سيكون هناك تناغم ما بين هذه الحكومة وما بين إدارة بايدن، التي أيضا يعني تفتتح سنتها الأولى في الحكم، وهي تحاول أن ترمم ما دمرته بين مزدوجين إدارة ترامب السابقة، وتعيد رسم العلاقة مع كيان الاحتلال وفق أسس مختلفة، ربما يعني في الجانب الفلسطيني محاولة تهدئة وتخفيف الاحتقان في هذه الساحة، ولكن في الواقع العملي حتى الآن لم نلمس يعني أي إجراءات أو قرارات تتعلق بهذا الموضوع. في المقابل تدخل الصين على خط الحضور يعني الفاعل في المنطقة، خاصة بعد كل الإشكالات التي تعانيها الولايات المتحدة من إشكالات اقتصادية وتوتر الوضع الداخلي ويعني الشرخ المجتمعي في المجتمع الأمريكي. تحضر الصين بقوة في مختلف الملفات وتحاول أن تفرض وجودها في هذه المنطقة، وإن كان ذلك حتى اللحظة غير ملموس. كيف يمكن أن نستغل ذلك لمصلحتنا سواء في الدول العربية أو في فلسطين؟ نعم، أولا نحن كفلسطينيين ندرك تماما بأن الولايات المتحدة هي الحليف الرئيس والداعم الأساس لكيان الاحتلال، وهي تتحمل مسؤولية كاملة عن مجمل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الاحتلال ودعمه في مختلف المجالات وبالذات في المجال العسكري. وبالتالي علينا إيجاد نقطة توازن أخرى في علاقاتنا الدولية والبحث عن محاور وتحالفات مختلفة، وأن لا نرهن كل أوراقنا بيد الإدارة الأمريكية وهو ما كان يحدث في السابق، والبحث عن دول يعني مختلفة التوجهات قد تكون أكثر اتزانا مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من القوى والسياسية ذات النفوذ. نعم أستاذ عمر، إلى صحيفة جديدة، والآن إلى صحيفة الأخبار اللبنانية والتي نقرأ منها تقريرا ليوسف فارس
الناس من غزة بعنوان من مجرد حلم إلى مخزون كبير عندما جاء الكورنيت وصنع النقلة. ينقل الكاتب عن قائد ميداني في سرايا القدس قوله إنه قبل سنوات لم تكن تتوافر لدى المقاومة ولا سيما تخصص الدروع سوى أسلحة تقليدية بسيطة لا تصلح إلا للمواجهة المباشرة أي في قتال الشوارع. وينقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الكورنيت وصل إلى المقاومة الفلسطينية في غزة من خلال الدولة السورية في عام 2011 وقد تسلم أول وحدة منه القيادي في كتائب القسام مروان عيسى. وتتجلى انعكاسات توافر هذا السلاح لدى المقاومة وفق ما يرويه جنود وحدة الدروع في سرايا القدس في حرمان الجيش الإسرائيلي حرية الحركة في المناطق المتاخمة لغزة. وبحسب وحدة الرصد في السرايا فقد أخلى الاحتلال محيط الحدود الشرقية للقطاع في الجولة الأخيرة في عمق تجاوز 8 كيلومترات وعمد إلى تصفير الأهداف المحمولة حتى في عرض البحر في مدى وصل إلى 7 كيلومترات. إذن أستاذ عمر هنا أريد أن أسأل عن سوريا التي تدعم المقاومة ونحن نعرف أن الحرب السورية يعني كانت شهدت انقساما في الشارع العربي تجاهها ولكن اليوم تعود القضية الفلسطينية إلى الواجهة يعود التلاحم العربي حول هذه القضية. أولا أسأل عن أهمية هذا التلاحم اليوم في الإقليم على مستوى الإقليم وأيضا عن إمكانية أن يكون دعم الدولة السورية للمقاومة الفلسطينية أن يعيد توحيد العالم أيضا تجاه الدولة السورية ووجهة النظر من هذه الحرب. يعني الدعم السوري للقضية الفلسطينية ليس جديدا، هو موجود عبر التاريخ ومنذ أن كانت القضية الفلسطينية وهو يعني عامل فاعل وأساسي في تعزيز قدرات الفلسطينيين سياسيا وعسكريا. وسوريا طالما شكلت غطاء سياسيا للموقف الفلسطيني في كل المحافل العربية والإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة. نعم كل الشارع الفلسطيني يدرك بدور سوريا في تسليح المقاومة الفلسطينية في غزة خاصة سواء في صواريخ الكرنيت التي يعني غيرت من شكل المعادلة والعلاقة بين المقاومة وقوات الاحتلال في على الأقل في المنطقة المتاخمة لحدود غزة وفي غيره من أدوات التسليح والمواجهة التي شهدناها في المعركة الأخيرة وحتى في العدوان عام 2014. اليوم يعني هناك أيضا دور أساسي لسوريا التي بدأت تستعيد عافيتها ليس فقط في مجال التسليح بل أيضا في المجال السياسي. وعندما قلت سابقا بأنه يجب على الفلسطينيين التفكير مجددا في إعادة بناء علاقاتهم والائتلاف مع بعض المحاور، كنت أعني بأن هناك محور للمقاومة الذي يعني تشكل سوريا عنصرا أساسيا فيه، أن على الفلسطينيين التفكير في مثل هذه المحاور التي يعني تعتبر أكثر جدوى وأكثر أهمية للقضية الفلسطينية والكف عن الرهان على الإدارة الأمريكية وعلى كل يعني مسار التسوية الذي أثبت عقمه ولم يؤدي إلا إلى كوارث بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. نعم، فشل لبنان يقع جزئيا على عاتق ماكرون. مقال في مجلة فورين بوليسي يخلص إلى أن فرنسا أعدت خططا لإنقاذ مستعمرتها السابقة لكنها باءت بالفشل منذ بدايتها. العيب الرئيس للخطط الفرنسية هو أن نجاحها كان معتمدا على الطبقة السياسية أي المتهم الأول في الكوارث التي تحل على البلاد. ولا شك في أن رفضهم البدء في الإصلاحات هو السبب الرئيس لفشل الخطة الفرنسية. تردد فرنسا في فرض عقوبات قاسية وجعل النخبة السياسية تدفع ثمن فعلتها غاليا بدلا من الاكتفاء بمناشدتها فعل الصواب كان تصرفا ساذجا إلى حد كبير ومدمرا في نهاية المطاف. في البداية ظهرت فسحة أمل وبعد طول انتظار أقدمت فرنسا قبل شهرين على فرض عقوبات على بعض اللبنانيين المتورطين إما في الفساد أو في عرقلة تشكيل الحكومة. عقوبات خفيفة جدا ولم تكن سوى منع السفر إلى فرنسا. لا يتغير أي شيء في ظل غياب فرض عقوبات قاسية على الطبقة السياسية اللبنانية. من جديد إليك أستاذ عمر، وهنا أسأل عن الدور الأوروبي اليوم. يتراجع تتراجع سلطة الأوروبيين في المنطقة، قدرتهم على ضبط الأمور في لبنان وحتى في فلسطين. اليوم أي دور تلعبه أو يلعبه الاتحاد الأوروبي في فلسطين؟
الاتحاد الأوروبي هو عمليا يعني حليف تابع للولايات المتحدة وللاحتلال الإسرائيلي، ويكمل الأدوار التي قد تعجز يعني هذين الطرفين عن تنفيذها بشكل مباشر، وهو يكمل وإن كان بقبضة ناعمة وبسياسات تبدو يعني أكثر ليبرالية وأكثر إنسانية، ولكنها في الواقع أكثر وحشية أو لا تقل وحشية عن ما يرتكبه الطرف الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي. كل المال الأوروبي الذي يدخل إلى الأراضي الفلسطينية هدفه هو تخريب بنية الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وخاصة مؤسساته الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. نعم. وعندما يتعلق الأمر بالمسائل الهامة مثل الموقف من الاستيطان أو إدانة يعني جرائم الاحتلال على الأرض، نرى بأن هناك تخاذلا وتراجعا في الموقف الأوروبي، وإن كان شكليا قد يبدو أفضل قليلا من الموقف الأمريكي، ولكنه في سياق التنفيذ العملي لهذا هذه المواقف نعم. لا يختلف كثيرا. نحن بالنسبة لنا نرى بأن الغرب الأوروبي بأغلبه وبمؤسسة الاتحاد الأوروبي هي تكمل السياسات الأمريكية والسياسات الاحتلالية، نعم. وهي جزء من قوى الاستعمار الذي يبطش بكل المنطقة العربية بما في ذلك في لبنان، ونرى الدور التخريبي لفرنسا في كل الملف اللبناني ومعالجتها للقضايا اللبنانية. نعم. الآن إلى فقرة كاتب اليوم، حيث نسأل ضيفنا أكرم بزي عن الأسباب التي دفعته إلى القول إن أداء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة. قبل ذلك نتابع تقريرا يتضمن أبرز ما ورد في المقال. ترامب أوصل رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية. أكرم بزي، الميادين نت. لم تكن عابرة صورة سيد إبراهيم رئيسي خلال مراسم التشييع والصلاة في جنازة الشهيد قاسم سليماني إلى جانب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، بل كان لها دلالات مؤثرة في المستوى العاطفي لدى الشعب الإيراني، نظرا إلى ما يمتلكه من شعبية واسعة تخطت معظم الساسة الإيرانيين بسبب ما له من احترام وتقدير وما حققه من إنجازات على مستوى الجبهات الإيرانية سابقا وفي المهمات في الخارج. سعت الدوائر الغربية منذ أكثر من 6 أشهر لإشاعة أجواء سلبية تجاه الانتخابات من خلال وسائل الإعلام الغربية والعربية، فأكثر من 200 محطة فضائية ناطقة باللغة الفارسية وموجهة كانت تحرض الشعب الإيراني في الداخل والخارج على تغيير نظام الحكم وإطاحته بأي شكل من الأشكال. لا شك في أن السيد رئيسي تنتظره تحديات كثيرة على مستوى الوضع الداخلي وخصوصا الاقتصادي نتيجة ما تعرضت له الجمهورية من حصار قاتل طوال 40 عاما، إلا أن الانفراج المتوقع إذا جرى توقيع الاتفاق النووي سيكون في مصلحته وسيعطيه زخما قويا على مستوى الداخل الإيراني وعلى مستوى الخارج، وخصوصا على مستوى حلفاء إيران في المنطقة الذين تنفسوا الصعداء بنجاحه وحصلوا على أكسجين طازج. فالرئيس رئيسي الثوري متحيز دائما لدعم الحلفاء بخلاف نظيره السابق حسن روحاني. لقد أوصل الشعب الإيراني رسالته إلى المجتمع الغربي وهي كالتالي: إما رفع الولايات المتحدة العقوبات والتزامها الاتفاق النووي الذي نكثت به في عهد ترامب، أو الذهاب نحو المواجهة الشاملة وصناعة ترسانة نووية لا أعتقد أن الولايات المتحدة في وارد الوصول إليها، وخصوصا بعد انشغالها بالملفين الصيني والروسي وبدء انسحابها من عدد من النقاط في العالم. إذا نرحب بالكاتب والباحث اللبناني الأستاذ أكرم بزي، أنت معنا من الكويت، أهلا بك. ونسألك في البداية، ما الذي يدفعك لأن تقول، عفوا من بيروت، ما الذي يدفعك اليوم للقول بأنه الرئيس الإيراني أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوصل الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة في إيران؟ صباح الخير لك ولضيفك ولكل المشاهدين. المعروف أن شخصية الجنرال سليماني في إيران محبوبة من كافة أطياف المجتمع الإيراني وبكل تلوينها، ولما يحظى من شعبية واسعة واحترام وتقدير إن كان من الإصلاحيين والمحافظين والمستقلين
وبالتالي عملية اغتيال الجنرال سليماني من قبل الإدارة الأمريكية وبكل صلابة واعتراف ترامب شخصيا بأنه قتل سليماني أدى إلى حالة عاطفية واسعة داخل إيران، جعلت منه أيقونة على مستوى الشعب الإيراني، أيقونة قومية وإسلامية ووطنية، وجعلته أكثر شهرة من أي شخص سياسي يمارس السياسة في إيران. لا أبالغ إذا قلت أنه يعني التشييع الذي حظى به سليماني في إيران هو يعتبر تقريبا بمثابة تشييع المؤسس الجديد للجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، إن لم يكن أن جنازته حشدت أكثر مما حشد الإمام الخميني في تشييع رحمة الله عليهم الاثنين. فبالتالي عندما ترشح السيد إبراهيم رئيسي وهو الأقرب إلى المرشد، وهو كان على علاقة حميمة وخاصة مع الجنرال سليماني، وهذا معروف لدى الشعب الإيراني قاطبة أن هناك علاقة حميمة وخاصة بين السيد إبراهيم رئيسي والشهيد سليماني، كونهما من نفس المدرسة، وهو الأقرب إلى السيد علي خامنئي، نعم. وكان الشهيد سليماني كمان من الأقرب إلى السيد علي خامنئي. وبالتالي الشعب الإيراني أدرك أن الشخصية المناسبة للرد على الإدارة الأمريكية وعلى ترامب تحديدا هي بإيصال الأقرب إلى الشهيد سليماني، الشخصية الأقرب إلى الشهيد سليماني نعم. والأقرب أيضا إلى السيد علي خامنئي، وهو السيد إبراهيم رئيسي. والسيد إبراهيم رئيسي معروف سجله على نعم. طيب ننتقل إليك أستاذ عمر، وهنا نسأل وصول شخصية مثل الرئيس إبراهيم رئيسي المقربة من الشهيد الجنرال قاسم سليماني، والذي دعم المقاومة بكل السبل ويعني بكل الإمكانيات دعم منقطع النظير، أهمية وصوله إلى الرئاسة بالنسبة للقضية الفلسطينية وللمقاومة؟ أعتقد أن هذا يعني بأن الجمهورية الإسلامية ماضية بنفس الطريق وبنفس الخط الداعم للمقاومة الفلسطينية بأطرافها المختلفة، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. ويعني هناك نقاش مستمر في الساحة الفلسطينية حول علاقة الفلسطينيين بالجمهورية الإسلامية، وحتى يعني إمكانية تعزيز مثل هذه العلاقة مع إيران أو مع المحور ككل. وهذه مسألة حتى طرحت في الحوارات السابقة بين القوى الفلسطينية المختلفة. نعم، هذا تطور مهم بالنسبة للفلسطينيين بأن تبقى إيران على ذات النهج وعلى ذات التوجهات التي طالما دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وطالما قدمت نعم. يعني المقدرات اللازمة لصمود وتعزيز قدرات المقاومة في غزة. وكما قلنا عن الدور السوري، هناك أيضا الدور الإيراني الذي يعني واضح تأثيره ويلقى ترحيبا واسعا بين أبناء شعبنا فيما يتعلق بهذه الجزئية خاصة. ويعني نحن ندرك بأن هذا التوازن الموجود في الإقليم الذي يمثله محور سوريا، إيران، حزب الله، هو يعني محور مهم في مواجهة هذا الانزلاق والارتداد العربي التطبيعي مع كيان الاحتلال. وهذا يعني هو الذي يعول عليه الشعب الفلسطيني في إمكانية تصحيح هذا الموقف وتصحيح أو إعادة التوازن للموقف الإقليمي والعربي ككل. نعم أستاذ أكرم، من جديد إليك. في المقال تحدثت وتطرقت إلى الفرق الكبير بين عدد المصوتين للرئيس إبراهيم رئيسي والمرشحين الآخرين، تراجع واضح للإصلاحيين على الرغم من كل ما بذل من جهد لوصولهم إلى سدة الرئاسة هذه المرة، لماذا كل هذا التراجع وما هي دلالات هذا الفرق؟ والإصلاحيين خلال 8 سنوات على فترتين متتاليتين للرئيس روحاني بإحداث إصلاحات على المستوى الاقتصادي في إيران ولم يفلح بذلك لا هو ولا فريق عمله، وهذا كان واضح من خلال الأرقام ومن خلال هبوط سعر الثومان والريال الإيراني إلى أدنى مستوياته في عهد روحاني. أضف إلى الجو السياسي العام
والتعبئة التي جرت في إيران لمصلحة المحافظين، وبعدما جربوا طيلة 8 سنوات مع الرئيس روحاني المحافظون عملوا على التعبئة، وجاءت عملية قتل الجنرال سليماني لتزيد من نسبة المؤيدين للقتل المحافظ على حساب الإصلاحيين، نعم. وبالتالي أدى هذا إلى الكم الهائل في الأصوات. يعني إذا لاحظنا ما بين أدنى صوت المحافظ ما بين همتي ما بين 2 مليون صوت، والفرق الشاسع بينه وبين السيد إبراهيم رئيسي تقريبا ب 15 مليون أو 16 مليون صوت، فهذا إذا قارناه مع آخر انتخابات في الفترة الثانية للرئيس روحاني، نرى أن الفرق ما بين إبراهيم رئيسي مقابل الشيخ روحاني كان تقريبا بحدود 8 ملايين صوت أو أكثر، بينما الآن العكس هو الذي جرى. فما حصل عليه الرئيس إبراهيم رئيسي 18 مليون صوت، والمحافظ الثاني بحدود 3 ملايين صوت، بينما همتي 3 مليون و ولكن فيما يتعلق ب ب بانهيار العملة الإيرانية والأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها الإيرانيين، هناك انقسام أيضا، هذا حديث الشارع. هناك من يحمل حكومة روحاني المسؤولية تجاه ذلك، وأيضا هناك من يقول أن العقوبات الأمريكية التي فرضت والحصار على إيران وأيضا الانسحاب من الاتفاق النووي بطبيعة الحال هو من أوصل إلى هذا الانهيار الاقتصادي. صحيح، هذه مسألة بديهية أنا لا أتحدث عنها، لأن هذه بديهية جدا، كل الشعب الإيراني يدرك بأن الحصار الأمريكي الخانق على إيران، نعم، منذ ما قبل حكم يعني الرئيس روحاني وقبله أحمد نجاد وقبله معظم الرئاسة الإيرانية. إيران تتعرض لحصار قاتل منذ 40 عاما وليس 4 سنوات أو 8 سنوات أو إلى آخره، إنما أتحدث عن أقصى فترة كان يعاني منها الشعب الإيراني هي فترة الشيخ حسن روحاني، مع كل محاولاته لتحسين الوضع الاقتصادي إلا أنه فشل في ذلك. يعني الإصلاحيين معظمهم فشلوا في أن على الأقل يعني رفع سعر الطومان، ولكن نزل لأدنى مستوياته في عهد الرئيس روحاني. وأنا أعلم تماما أن الوضع الاقتصادي بإيران هو وضع يعني مزري تماما، يعني بالرغم من كل الصور الإعلامية البراقة، إلا أنه وضع شديد، يعني حالة الفقر في ازدياد، ولا أريد أن أتحدث عن ذلك، نعم. وهذا كله بسبب الحصار الغربي والأمريكي على إيران. شكرا جزيلا، نعم، شكرا جزيلا، نعم، لك الكاتب والباحث اللبناني أكرم بزي، شكرا على وجودك معنا وسلامتك. يعني أنا بعرف كنت تعبان شوي، عندك حساسية والتهاب أيضا في صدرك، سلامتك. الله يسلمك، شكرا جزيلا. في الصفحة الرئيسية للميادين نت متابعة لآخر تطورات ما بعد استشهاد المناضل نزار بنات، وكذلك أخبار من اليمن وروسيا والولايات المتحدة، كذلك إطلالة على تغطية الميادين قريبا بعنوان حلف القدس ومواضيع أخرى. ومن المقالات اخترنا لكم ما كتبته وفاء العم بعنوان التشبيك السعودي مع الصين، الغايات والأهداف، مقال يتضمن تفاصيل مهمة عن العلاقات السعودية الصينية. أما في صفحة الرياضة فمع عيد نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي، تقرير بعنوان صغير روزاريو الحالم وأسطورة برشلونة اليوم ولد ميسي. وصف في صفحة المنوعات تقرير يخبرنا سبب توظيف المزارع الهندي في كاسداس حراسا للمانجا في حقله، الإجابة من العنوان أغلى فاكهة مانجو في العالم تحت الحراسة. كل هذه المواضيع وغيرها تجدونها على موقع الميادين. أما الحدث هذا اليوم وجديد اليوم فبعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، الحدث هذا اليوم هو مواصلة الفلسطينيين فعاليات الإرباك الليلي ضد الاحتلال والمستوطنين في البؤرة الاستيطانية أفيتار في جبل صباح جنوب نابلس، وقد ردد الثوار هتافات تندد بجريمة اغتيال الشهيد نزار بنات، ومن بينها من بيت الأحرار يرحم روحك يا نزار.
قبل مناقشة الحدث هذا اليوم مع ضيفنا نجول على أبرز ما ورد في الصحف العربية مع الزميلة غراسيا بيطار. إليك غراسيا. تحية لك يارا وللمشاهدين الكرام. البداية من صحيفة القدس الفلسطينية التي نقرأ على صفحتها الأولى: وينسلند يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان والاستفزازات. إلى صحيفة الثورة اليمنية التي اخترنا منها: حكومة الإنقاذ الوطني تدين إخراج السعودية من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال وإدراج أنصار الله زورا. الصحيفة تنتقد قرار الأمم المتحدة قائلة: الأمم المتحدة تغاضت بوقاحة عن جرائم موثقة بالصوت والصورة. إلى تونس وصحيفة الصحافة اليوم على صفحتها الأولى كتبت عناوين عديدة من أبرزها: لقاء رئيس الجمهورية برئيس مجلس النواب، النهضة تعتبره إيجابيا. ونقرأ أيضا: الوضع الوبائي خارج السيطرة. ونبقى مشاهدين في الملف التونسي حيث نقرأ أبرز ما ينقله موقع عربي بوست عن مصادر يصفها بالمطلعة على لقاء رئيسي الجمهورية والبرلمان التونسيين. استقالة المشيشي وتعديل قانون الانتخابات، ماذا دار في لقاء سعيد والغنوشي الأول بعد انقطاع 6 أشهر؟ في التفاصيل: إن الرئيس التونسي قيس سعيد قدم لرئيس حكومة النهضة راشد الغنوشي رؤيته للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر. ويشمل مقترح سعيد إقالة أو استقالة حكومة هشام المشيشي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، واختيار حكومة جديدة تختار حركة النهضة رئيسها وتتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها. ووفق الموقع، يتضمن مقترح سعيد الدعوة إلى تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. كما تشمل خارطة الطريق إجراء حوار وطني شرط استبعاد شخصيات وأحزاب سياسية تتعلق بها شبهات فساد وإشراك ممثلين عن الشباب من مختلف الجهات في هذا الحوار. هذه كانت خارطة الطريق وفق صحيفة عربي بوست يارا، قدمها سعيد للغنوشي، وقد وعده الغنوشي بدراسة مقترحاته والرد عليها في أقرب وقت ممكن، على أن يجمع الرجلين لقاء آخر في الأيام المقبلة. شكرا لك غراسيا بيطار على كل هذه المعلومات. إذن من جديد نرحب بضيفنا الأستاذ عمر نزال الكاتب السياسي الفلسطيني، ونسأل عن الحدث هذا اليوم وهو استمرار فعاليات الإرباك الليلي في جبل صبيح عند البؤرة الاستيطانية أفيتار. الشهيد نزار بنات، يعني هناك كان اسمه حاضرا في هتافات يوم أمس، الشهيد نزار بنات كانت وصيته جبل صبيح في الأيام الأخيرة، وكان دائما يحث الشباب على التواجد هناك. اليوم هذه الجريمة إلى أي مدى أفادت الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا إلى أي مدى يمكن أن تريحه بسبب يعني تهديدها للسلم المجتمعي في فلسطين؟ الشهيد نزار بنات يعني هو من المقاومين الذين طالما دعوا إلى توسيع حالة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في كل نقاط الثمان، وهو كما يرى معظم أبناء الشعب الفلسطيني بأن نموذج بيت الذي يعني اختطته لنفسها واستلهمت من غزة موضوع الاشتباك أو الإرباك الليلي هو موضوع يعني مثمن ومريح لكل الشعب الفلسطيني. والشهيد نزار كان نعم بالفعل يدعو إلى ذلك، ويدعو إلى توسيع قاعدة المشاركة في بيته وفي بيت دجن. حضوره هذا اليوم في يعني المسيرة الأسبوعية التي تقام عادة كل يوم جمعة يؤكد بأن يعني الحال الفلسطيني بالنسبة للمقاومين هو حال واحد من الخليل إلى نابلس إلى كل مكان، وبأن المقاوم الفلسطيني المشتبك دوما مع الاحتلال في بيته وفي جبل صبيح وغيره يعني يقدر ويثمن أدوار مثل نزار بنات وما مثله نزار بنات من فكرة. أما فيما يتعلق بالسلم الأهلي فأعتقد أن هذه الفزاعة دوما ما تطرح عند
يعني حصول أي احتمال ل يعني مواجهة بين الشعب الفلسطيني وبين القوى التي تحاول تفييد إمكانياته ومقدراته وتفييد توسيع اشتباكه مع الاحتلال، وأن على الشعب الفلسطيني أن يبقى صامتا بدعوى عدم يعني تأثير الأجواء الداخلية. فهذه المسألة أصبحت ربما اليوم خلف ظهورنا، وأصبح الأساس هو التقدم خطوات إلى الأمام دون يعني النظر إلى هذه الفزاعة التي تطرح دوما. نعم، إلى جديد اليوم. في جديد اليوم نستكمل متابعة مسار العلاقات الروسية الأوروبية، حيث قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أول يوم من المحادثات في بروكسل إن زعماء الاتحاد الأوروبي أخفقوا في التوصل إلى اتفاق بشأن قمة تجمعهم بالرئيس الروسي كانت قد اقترحت عقدها كل من برلين وباريس. إليك من جديد أستاذ نزال، ونسأل اليوم كيف يمكن تصنيف هذا الإخفاق تحت أي بند، ولماذا لا يستطيع الأوروبيون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام لحل المشاكل والخلافات مع روسيا؟ ما الذي يمنعهم؟ ما يمنعهم أعتقد هو يعني ارتباطهم وإرهان أنفسهم لسياسة الإدارة الأمريكية ورغبتها في إبقاء الأوروبيين تابع يعني ومنقاد لسياساتهم، وعدم منح الاتحاد الأوروبي حتى هامش ضئيل من حرية الحركة والتحالفات الدولية الأخرى التي قد تكون يعني أكثر أهمية وأكثر جدوى بالنسبة للأوروبيين. وهناك كما هو معروف يعني الدور المتنامي لروسيا الذي تخشاه الإدارة الأمريكية وتخشاه الاتحاد الأوروبي نفسه، وبالتالي يعني هذا التمايز الأوروبي الذي يفترض أن يعني يتم من خلال ترجمة مصالح الاتحاد الأوروبي هو يصطدم دائما بالضغوطات وبالعقبات الأمريكية التي لا تريد لي الاتحاد الأوروبي أن يخطو خطوة أبعد من ذلك، وبالتالي هي تحد حتى من تحقيق الاتحاد الأوروبي لمصالحه وبناء تحالفاته بشكل مستقل عن سياسة. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي والأسير المحرر الأستاذ عمر نزال، كنت معنا من رام الله. الشكر لكم أنتم مشاهدين على المتابعة. بالحبر الجديد، انتهى، إلى اللقاء.